يسعد يعلن عن انطلاق عملية حرية اليمن السعيد. بعد إطلاق عملية حرية اليمن السعيد، الحكومة اليمنية تدعو إلى توحيد الصفوف لاستعادة الدولة من إيران. لودريان يحذر من أن بطء مفاوضات فيينا يهدد إمكانية التوصل في إطار زمني واقعي إلى حل يحترم المصالح. ويليامز تشدد على أهمية إجراء انتخابات ليبيا بحلول يونيو وتؤكد أنه الحل لأزمة شرعية المؤسسات. صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية. بعد تحرير شبوة بشكل كامل من ميليشيات الحوثي بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن، وصل الناطق باسم التحالف العميد ركن تركي المالكي إلى المحافظة ليعلن انطلاق عملية حرية اليمن السعيد. يسعدني أن أعلن عن انطلاق عملية حرية اليمن السعيد والتي انطلقت صباح اليوم في كافة المحاور وفي كافة الجبهات. هذه العملية العسكرية ليست عملية عسكرية بالمصطلح العسكري، ولكن إلى أن تنقل اليمن إلى النماء والازدهار بإذن الله تعالى. العميد المالكي أشار إلى أن هذه العملية ليست عسكرية بالمفهوم التقليدي، بل هي عملية تهدف لتحقيق النماء للشعب اليمني ومن أجل الاعتناء بالشعب اليمني، مشددا على أهمية العمل الإنساني والإغاثي في البلاد سواء في شبوة المحررة أو مأرب التي تضم الآلاف من النازحين، بالإضافة إلى غيرها من المناطق. يسعدني أن أعلن عن انطلاق عملية حرية اليمن السعيد والتي انطلقت صباح اليوم في كافة المحاور وفي كافة الجبهات. هذه العملية العسكرية ليست عملية عسكرية بالمصطلح العسكري اللي هو الحرب، ولكن إلى أن تنقل اليمن إلى النماء والازدهار بإذن الله تعالى، ليصبح اليمن في المصفوفة الخليجية في مجال التطور والنماء والازدهار. الشعب اليمني الكريم يستحق الحياة. هذا الشعب لديه الكثير من المقومات التي لم تستغل. اليمن بلد التاريخ والثقافة والحضارة، يستحق أن يعيش أهل اليمن وأن يقدموا على ما قدموه من تضحيات أن يكون في مصاف الدول الخليجية بإذن الله تعالى. الملكي أضاف أن تحرير كامل محافظة شبوة من الميليشيات الحوثية تعد لحظة تاريخية لليمن واليمنيين. أهلنا في شبوة، أهلنا في اليمن، أنا أتشرف اليوم أن أكون في محافظة شبوة وأن أشارك في هذه اللحظات التاريخية. كما أعلن سعادة المحافظ من تحرير كامل محافظة شبوة من قبل الميليشيا الحوثية بعد أن نكلت بالمدنيين والمواطنين في هذه المحافظة. هذه المحافظة التي جمعت اليمنيين، واسمحوا لي في البداية أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريك لفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وإلى فخامة نائب رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب اليمني الشقيق، وإلى أهالي محافظة شبوة في تحرير هذا الجزء الغالي من اليمن الشقيق. المالكي أكد في المؤتمر الصحفي أن هناك أدلة واضحة على تهريب إيران السلاح لميليشيات الحوثي في اليمن. لا يمكن القول بأن الميليشيا الحوثية لا تستخدم المدنيين والأعيان المدنية لغرض الحماية. الانتهاكات الحوثية هي واضحة للجميع. كافة الأسلحة التي أثبتت من خلال لجنة الخبراء وأثبتت تهريب النظام الإيراني لهذه الأسلحة إلى اليمن، سواء كان عن طريق الحديدة أو سواء كان عن طريق البحر العرب. من جهته أعلن عوض العلقي محافظ شبوة عن تحرير كامل أراضي المحافظة من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مؤكدا أن التحالف العربي شريك أساسي في تحقيق الانتصارات على الأرض، وأنه ليوم عظيم سينحت في صفحات التاريخ وحرف من ذهب. نحن نعيش لحظات هذه الانتصارات الكبرى التي تحققت فضل الله سبحانه وتعالى وتضحيات الأبطال من قوات العمالقة والجيش المقاومة ومشاركة فعالة من صقور الجو طيران التحالف العربي الداعم للشرعية ورعاية مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية
وفي هذا المقام يطيب لي أن أعلن وبكل عز وافتخار عن تحرير كامل تراب محافظة شبوة من كل الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، وبأن التحالف العربي شريكا حقيقيا في صناعة هذه الانتصارات. انتهت المرحلة الثالثة من عملية إعصار الجنوب الذي أعلنت عنها ألوية العمالقة الجنوبية بتحرير غرب محافظة شبوة لتكون محافظة شبوة محررة بالكامل. سيطرنا على شبوة كاملا، والآن بنطارد الحوثة أين ما وجدوا، حريب والبيضة وأين ما وجدوا نطاردهم الآن ما كانوا. الآن نحن في مشارف مديرية حريب محافظة مأرب. العملية العسكرية مستمرة، التعزيزات العسكرية مستمرة من قبل ألوية العمالقة باتجاه جنوب محافظة مأرب. ميليشيات الحوثي تحاول إعاقة تقدم ألوية العمالقة وتقوم بزراعة العبوات الناسفة في الطرقات وتقوم أيضا بتفجير الجسور. الحوثي ما ترك بقعة له زرع فيها ألغام، سواء حق أفراد، سواء حق مدرعات، سواء حق سيارات، إبل، غنم، أي شيء يروح فيها. لكن الحمد لله تمت فرق الألغام التابعة للبرنامج الوطني منظمة مسام بنزع أكثر ما يقارب من 3000 من مفرق السعدي إلى نجد مرقد، باقي في المدارس وفي الشعاب وفي البيوت وفي الدكاكين، ولا منطقة إلا هو فيها ألغام. ما زالت العمليات متقدمة، وكذلك ألوية العمالقة تقوم بالدخول إلى مديرية حريب جنوب محافظة مأرب. ردفان دبيس لقناتي العربية والحدث من مديرية حريب جنوب محافظة مأرب. أشاد نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر بإعلان التحالف انطلاق عملية حرية اليمن السعيد، مؤكدا أنها تجسد التلاحم العربي لإجهاض مشروع إيران التخريبي في اليمن والمنطقة. بدوره أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني انطلاق مرحلة حاسمة في معركة اليمن في مواجهة المشروع التوسعي الإيراني، وقال عبر حسابه في تويتر إن هذه المرحلة الحاسمة تستوجب توحيد كافة الطاقات والجهود تحت مظلة الشرعية والاصطفاف خلف الجيش الوطني والمقاومة. مستشار الرئيس اليمني عبد الملك المخلافي قال إن انتصارات الجيش وألوية العمالقة والمقاومة وتحالف دعم الشرعية وإطلاق تحرير اليمن السعيد يمثل بداية لمرحلة هامة في معركة استعادة الدولة الوطنية اليمنية من براثن المشروع الطائفي الحوثي المدعوم من إيران. وأضاف أن على القوى السياسية والوطنية اليمنية أن توحد صفوفها وخطابها السياسي والإعلامي خلف معركة التحرير واستعادة الدولة وتحقيق السلام، مطالبا القوى السياسية والوطنية بنبذ الخلافات والتباينات. كما أشار إلى أن استعادة الدولة من الحوثيين ليست مجرد رغبة، ولكنه خيار وحيد للشعب اليمني والشرعية والقوى الوطنية مدعومة بالتحالف العربي من أجل الحفاظ على هوية الشعب اليمني ومستقبل أجياله وانتمائه إلى محيطه وأمته. بدوره اعتبر رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك أن الانتصارات الكبيرة في شبوة ومأرب تفتح مرحلة مختلفة في معركة هزيمة المشروع الإيراني في البلاد. رئيس الوزراء اليمني أكد أن حرية اليمن السعيد تشكل مرحلة مختلفة، وصفها بمرحلة توحيد الصف وتسخير كل الطاقات لاستكمال استعادة الدولة. في تصريح خاص للعربية، كشف السناتور الجمهوري عضو لجنة مجلس الشيوخ للشؤون الخارجية ماركو روبيو عن أن ميليشيات الحوثي هم وكلاء لإيران في المنطقة ويهدفون إلى زعزعة استقرارها. واعتبر في معرض حديثه الذي جاء عقب استعادة الجيش اليمني لمحافظة شبوة، اعتبر أن الأطراف المعنية ومعها الولايات المتحدة ستواجه مشكلة فعلية في حال بقاء الحوثيين قوة تعتمد عليها إيران كوكيلة لها. اعتبر السناتور الجمهوري لينسي جراهام في تصريح لقناة العربية أن الإيرانيين هم جذور الكثير من الشر في الشرق الأوسط، مشيرا إلى استخدام إيران للحوثيين كوكلاء لتقطيع أوصال اليمن وتهديدهم للجيران كثيرا بسبب الحرب الأهلية في اليمن، مؤكدا في الوقت ذاته أن إيران تبحث عن الفوضى وأنهم أكبر مهدد لأمن المنطقة. وأحث العالم على تنبيه إيران إلى أن سلوكها التخريبي يجب أن يتوقف.
الثقافة. من جهته قال السناتور الجمهوري رون جونسون عضو لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية، قال في تصريح لقناة العربية إن هناك رغبة أكيدة في رؤية السلام في اليمن، لكن إيران لا تساعد على ذلك. بدوره صرح السناتور الديمقراطي بن كاردن عضو لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية للعربية أن الوضع في اليمن مأساوي وأن الأزمة الداخلية كانت مروعة. واعتبر السناتور أن الهدف يجب أن يكون الحصول على مساعدات إنسانية ووقف إطلاق النار. طلب قادة من الديمقراطيين والجمهوريين في لجنتي الشؤون والعلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب من الرئيس الأمريكي جو بايدن رفض إعادة دمج نظام الرئيس بشار الأسد في المجتمع الدولي دون إصلاحات ذات مغزى تظهر المساءلة وتعكس إرادة الشعب السوري. وحثت لجنة الشؤون للعلاقات والشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ بايدن على استخدام آليات الردع القومية والإلزامية في قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا من الحزبين للحفاظ على عزلة النظام السوري. أكد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان أن إيران والقوى العالمية ما زالا بعيدين عن التوصل لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 رغم إحراز بعض التقدم في نهاية ديسمبر الماضي. وأضاف أمام أعضاء البرلمان الفرنسي أن المناقشات الجارية في فيينا بطيئة للغاية، معتبرا أن ذلك يهدد إمكانية التوصل في إطار زمني واقعي إلى حل يحترم المصالح. إلى العراق، حيث أكد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الفائز في الانتخابات العراقية تصميمه على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام من يحسن الظن بهم. وأضاف الصدر عبر تويتر أنه لن يتم السماح لأي أحد بتهديد السلم الأهلي، مشيرا إلى أن الحكومة القادمة حكومة قانون ولا مجال فيها للمخالفة. الصدر أكد أنه لا عودة للاقتتال الطائفي أو العنف وأن القانون سيكون هو الحاكم. أصدر الإطار التنسيقي العراقي الممثل للكتل الشيعية بيانا حول مجريات جلسة البرلمان التي عقدت يوم الأحد الماضي، وأوضح الإطار أنه سيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل الكبير في الجلسة الأولى لمجلس النواب والخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها ونتج عنها مخرجات لم تستند لتلك الأسس الدستورية والقانونية على حد تعبيره. واعتبر الإطار التنسيقي العراقي أن مسارات إنجاز الاستحقاقات الدستورية ليست صحيحة وتنطوي على مغذيات أزمة سياسية ومجتمعية. حثت المستشارة الأممية لليبيا ستيفاني ويليامز على إجراء الانتخابات الليبية بحلول يونيو المقبل خلال مقابلة لها مع قناة CNN الأمريكية، كما طالبت بإعادة العملية الانتخابية لمسارها الصحيح بأسرع وقت ممكن، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المؤسسات الوطنية الليبية تواجه أزمة في شرعيتها لا يمكن حلها إلا من خلال انتخابات تفضي لانتخاب رئيس وحكومة بشكل ديمقراطي. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. منظمة الصحة العالمية تحذر من أن محاربة الجائحة بجرعات معززة ليست استراتيجية قابلة للاستمرار. أهلا بكم. أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان خلال لقائه مع مبعوث رئيس جنوب السودان أن الحكومة الانتقالية حريصة على استكمال مؤسسات الفترة الانتقالية وتعيين رئيس وزراء مدني، فيما بحث عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي مع الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي محمد بلعيش سبل تجاوز الأزمة السياسية الحالية، حيث شدد ممثل الاتحاد الأفريقي على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة كفاءات داعيا جميع الفرقاء إلى وضع رؤية وخطة موحدة تشكل خارطة طريق للفترة المقبلة.
عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس قال إن حكومة الفترة الانتقالية رحبت بالمبادرة الأممية لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة، مشيرا إلى تكوين مجلس السيادة الانتقالي لجنة برئاسة عضوه مالك عقار للتواصل مع كافة المكونات لتوافق سياسي تام. إلى ذلك أكد القائم بالأعمال الأمريكي براين شوكان دعم بلاده للمبادرة الأممية واستعدادها التام للعمل عبرها بالتنسيق لدعم جهود السودانيين لتجاوز الأزمة الحالية. المبعوث الأممي فولكر بيرتس قال إن ما تقوم به الأمم المتحدة من مبادرة تعد مساهمة لتسهيل عملية التشاور حول الانتقال الديمقراطي. احنا كيونيتامس كأمم متحدة لا نجي بمسودة جاهزة أو بأي مشروع جاهز. احنا في هذه المرحلة نستشير السودانيين، المجتمع السوداني مع كل المكوناتها، لأن نسمع منهم، لأن نسمع ونفهم تصوراتهم ورؤيهم عن الطريق إلى الأمام. أعلن الجيش الروسي تنفيذ مناورات بالذخيرة الحية في منطقة قريبة من أوكرانيا. وقال الجيش الروسي إن قوات مكونة من دبابات ومركبات مشاة تقليدية و3000 فرد بدأت المناورات لرفع الكفاءة القتالية للقوات. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت روسيا جدية بشأن انتهاج مسار دبلوماسي أم لا، أو إذا كانوا مستعدين للتفاوض بحسن نية. وتأتي التصريحات بعد يوم من عدم إعطاء روسيا والولايات المتحدة أي مؤشر على تضييق هوة خلافاتهما بشأن أوكرانيا والأمن الأوروبي في محادثات جنيف. بعد 10 أيام من التظاهرات الحاشدة في كازاخستان، أعلن رئيس البلاد عن عودة الوضع لطبيعته تزامنا مع انسحاب القوات الأجنبية بقيادة روسيا وتعيين رئيس وزراء جديد في محاولة لتهدئة المتظاهرين. تحركات سياسية متسارعة تشهدها كازاخستان بعد قرابة 10 أيام من اندلاع احتجاجات واسعة على خلفية رفع أسعار الغاز المسال في بلد يصنف كأحد أهم الدول المنتجة والمصدرة للغاز في العالم. الرئيس الكازاخستاني وبعد وصفه في وقت سابق الأحداث بمحاولة الانقلاب الفاشلة من طرف العصابات الإرهابية والتي صاحبها طلب من حليفه روسيا التدخل لوقف الاحتجاجات الشعبية، ها هو اليوم يعلن عن تعيين رئيس وزراء جديد للبلاد في إشارة لعودة الوضع لطبيعته، حيث ثبت النواب الكازاخستانيون تعيين علي خان إسماعيلوف بعد استقالة الحكومة الأسبوع الماضي في محاولة لتهدئة المتظاهرين. وفي الوقت نفسه أشار توكايف إلى انسحاب القوات العسكرية بقيادة روسيا من البلاد والتي تم نشرها بهدف حماية المباني الاستراتيجية ومساندة الشرطة. الوضع مستقر في جميع مناطق كازاخستان. يجب أن أقول إن المهمة الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي قد اكتملت بنجاح. فأمام البرلمان وفي جلسة استثنائية قال إن قوات حفظ السلام التي شملت أكثر من 75 طائرة نقل روسية وحوالي 2500 جندي قد أنهت مهمتها بنجاح بعد إرساء الاستقرار ودعم الجيش في كازاخستان وإعادة السيطرة على المباني الحكومية. غير أن الاستجابة الروسية السريعة للطلب الكازاخستاني حملت في طياتها عديد الدلالات والرسائل الموجهة للغرب وتحديداً حلف الناتو الذي يسعى في الشق الآخر لنشر قوات الدعم في الحدود الروسية الأوكرانية.
رسائل مفادها أن روسيا قادرة على التصدي لكل المحاولات التي من شأنها زعزعة الاستقرار في آسيا الوسطى والفضاء السوفياتي السابق. أفادت سلسلة من استطلاعات الرأي بأن مزيدا من الأتراك يعتقدون الآن أن المعارضة باتت في وضع أفضل من الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه لإنهاء الاضطراب الاقتصادي في البلاد. وأظهرت الاستطلاعات أن شعبية الرئيس التركي وحزبه هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2015 لصالح المعارضة. هذا فيما فشلت الإجراءات المالية التي أقرتها الحكومة في تخفيف تذبذب العملة، حيث أصبحت الليرة أضعف 46%. يرى علماء الصحة إشارات على أن موجة أوميكرون قد تكون بلغت ذروتها في بريطانيا، وهي على وشك أن تفعل الشيء نفسه في الولايات المتحدة، وعند هذه النقطة قد تبدأ الحالات في التراجع بشكل كبير. وتوضح بيانات صحية في الولايات المتحدة أن عدد الحالات المبلغ عنها يوميا سيصل إلى 1,200,000 بحلول 19 من يناير، ثم سينخفض بشكل حاد. في غضون ذلك انخفضت حالات الإصابة الجديدة في بريطانيا إلى حوالي 140,000 يوميا في الأسبوع الماضي، بعد أن قفزت إلى أكثر من 200,000 وفقا لبيانات حكومية. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن محاربة الجائحة بجرعات معززة ليست استراتيجية قابلة للاستمرار في مواجهة المتحورات الناشئة، في وقت دعا خبراء المنظمة إلى تطوير لقاحات مضادة لكورونا ذات فعالية عالية للوقاية من الإصابة وانتقال العدوى. انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، وأعلنت إدارة المنتدى عن استخدام تقنيات غير مسبوقة في الكشف والاحتراز والوقاية من فيروس كورونا. تطهير وتعقيم، تقنيات حديثة، كمامات، روبوتس، قياس الحرارة، تعقيم القاعات، مساحات وإجراءات احترازية غير مسبوقة يعود بها منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا التي لم تثني شبابا من 196 دولة تحمسوا للمشاركة وتخطوا مخاوفهم من الفيروس من أجل العودة لحياة طبيعية أو شبه طبيعية. احنا عندنا هنا بنأمن الحدث من هيئة الإسعاف المصرية ب50 سيارة إسعاف مجهزة عناية، في عندنا 3 سيارات مجهزة مكافحة عدوى، في عندنا فرق انتشار في داخل القاعة 6 فرق للتعامل مع أي حدث طارئ. تمت الإجراءات بالحجر الصحي بالمطار بالتأكد من كل اللي واصلين معنا المنتدى في التطعيم وإجراء المساحات السريعة اللي بتتم بشكل روتيني كل 48 ساعة. تساؤلات الشباب عن ملامح الواقع الجديد ما بعد جائحة كورونا كانت الأبرز وسط نقاشات وجلسات على مدار 4 أيام تتناول قضايا مختلفة من بينها التغير المناخي والسلام والتنمية والأمن المائي والطاقة وحقوق الإنسان. نفرج العالم كيف احنا تجاوزنا الجائحة، كيف احنا تجاوزنا تحدياتنا اللي عم نعانيها ببلادنا. انا كثير متحمسة من اكثر من ناحية ومن المواضيع اللي انا مهتم فيها اصلا، موضوع الصحة طبعا والتعليم والبيئة. الحياة ما بعد كورونا هي اكثر شيء يعني استهواني انه احضر على المنتدى. النهاردة الاختلاف ما بين من سنتين النهاردة هي جائحة كورونا وتحدي الدولة المصرية ونمو اقتصادها في ظل جائحة كورونا. المشاركة الشبابية الكبيرة من جميع أنحاء العالم في مؤتمر نجح في الانعقاد وسط ذروة انتشار فيروس كورونا ومتحوراته يعكس رغبة المشاركين في تجاوز مخاوفهم للتعلم والحوار والمشاركة. رند أبو العزم، العربية، شرم الشيخ. كشف نجم التنس نوفاك جوكوفيتش عن تفاصيل وراء عدم دخول العزل بعد إيجابية اختباره لفيروس كورونا، موضحا أن وكيله أخطأ خلال ملء استمارة السفر إلى أستراليا. يأتي هذا في الوقت الذي يفكر فيه وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك في إمكانية إلغاء تأشيرة دخول المصنف الأول عالميا قبل بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 17 من الشهر الحالي. إلى الآن يسعدني أن أعلن عن انطلاق عملية حرية اليمن السعيد.
بعد إطلاق عملية حرية اليمن السعيد، الحكومة اليمنية تدعو إلى توحيد الصفوف لاستعادة الدولة من إيران. لودريان يحذر من أن بطء مفاوضات فيينا يهدد إمكانية التوصل في إطار زمني واقعي إلى حل يحترم المصالح. ويليامز تشدد على أهمية إجراء انتخابات ليبيا بحلول يونيو وتؤكد أنه الحل لأزمة شرعية المؤسسات. أراكم بعد قليل، إلى اللقاء.